ضربك ضربك على هاد الافلام هادو. حيد اخويا اش كاين ميدا؟ انا الصراحه والله ما كاين ميدا. ناري 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 مالك بوط الحرام. دابا انا جيت باغي نهضر معاك ونمشي ندير ليا الفيلم راه غنطفي هاد التلفازه زمانه. سكوت 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 غيقتلها غيقتلها وغيقتلها. جيت باغي نهضر معاك شويه زعما راك اختي كنبغي نعاود لك شحال من حاجه وكنبغي نتشاور معاك. غنشوف هو واش قتلها وانا معاك. ها واش قتلها؟ الله يرحم لك الوالدين مروان. ومانا الله يرضي عليك. ديما محرم عليا ديما. يلا قول شنو بغيتي. والله ما علاه ما عرفتش منين نبدا. كنشوف دابا كاين غير انا وياك بوحدنا من نهار ماتوا المرحومين الله يرحمهم في هاد النار. كنشوف انت اللي عندي. متفكرنيش في داك النهار عمرني ما نسيتو. كل فوا كنجبدو كنتفكر حياتي كيف كانت كوليات صح. وكل ما لقيتكش انت اخويا وساند ليا وكبرتيني وعيشتيني وكنتي عقلتي مشيتي حليتي ديك الربيعه قلتي لي مانا راجل نقسموها. فاش فكرت عمرني ما نسيتش مانا ربي بغاهم داكشي على جدام ما تبقايش شك. الفرق صعيبة مروان والحمد لله اللي ربي عوضني. اخ فيه بابا ماما جدة راجلي كلشي. منال اش بقيتي تقولي في حالك؟ انا ابار خوك ابار بزاف د الحوايج انا سند كبير بالنسبه لك واي حاجه غادي تخصك انا اللي خصني نوفرها لك. حيت كيف كنقولوا ماشي غير اخ اب صديق صاحب بزاف ديال الحوايج. والحمد لله يا ربي خلينا مجموعين وما عمرنا ما نتفرقوا. شوفي ما عمرنا غادي نتفرقوا باذن الله. ربي راه كيبغينا بجوج داكشي على الجامع. وبغيت نتفاهم معاك شي حاجه قلت علاش اللي ما نبدلوش هاد الطلامط هادو ولا لا دابا بان لك الطلامط. معناها كنفكر ان غدا ولا بعد غدا غتبغي تزوجي غيجيك شي ولد الناس غنسكنو عندك. مروان خصنا نشوف الاساسيات بحال مثلا ما عندناش ماكينه الصابون باقا كنصبنا بالفريكه. خاصنا نشوف ان الطلانطا ها هما زوينين باقيين على مزيناتهم راه كاين اللي ما عندوش. خاصنا نشوفو شحال من حاجه باغي نديرو قرعه. انت خاصك دير بزاف ديال الحوايج في حياتك تشرب شي فمول شي حديده ان شاء الله. علاش لا تشوف بالنسبه لماكينه الصابون بانوا لي يديك راه تقهر شويه بزاف. انا انت بينو لك العامل انا هالشهر هذا غادي نتقاتلو وغنجيب لك ماكينه. علاش غتقاتل؟ انا كنعرف الحاجه اش كدير. كتقول لك زعما غنزيد عليك شويه تولوت حلال وكتعطيهم كتبقى تعطيها 400 درهم للشهر. صافي واخا انا غادي نشوف هاد الامور وحسن من تزيرو. يلا خليك الراحة. اجي اشرب دكيكه. لا لا عندي ما يدار. ضيعتي ليا الحلقه. سلام خالتي عافاك عطاني بسمنه. شكرا. ما كاينش غز بالحشاك وهاد الطويان الحوايج هما اللي فيهم البركه اما شي حاجه اخرى راه ما بقاتش. انتي ماركه ما عطيان غير عاوتاني باين ليا باش تقولي شي حاجه وخازناها ياك لاباس. اودي ما بغيت نقول والو الصراحه التماره اللي كاينه والغلا الغلا الغلا ثمن هواي زادوا فيها درهم اش بقى ما يتقال. اودي الا كانت على الزياده خليها على الله. كنشوف راسي انا دابا باغي نتوكل على الله وخايف. امين كيفاش توكل على الله راه كاملين موكلين على الله. ما فهمتش شنو بغيتي تقصد بهذه الكلمه. الصراحه بيني وبينك باغي نضرب شي تزويجه انا شنو نبقى وحداني مالي انا وياك في الرادين خصنا نجيب شي بنت الناس اللي نديرو انا وياها وليدات ونكملو حياتنا ولا لا. كيفاش باغي تزوج خويا؟ انت اصلا باقي صغير وباقي باقي ما مستعدش. بغيت نقول بعد من الزواج ما تزوجش ما خاصكش تزوج دابا وصافي. مانا ما عجبشينيش شكون شي كندخلو تخرجي في الهضره. لا لا خويا انت اخويا حبيبي ماشي تفهمني غلط. كي دابا الزواج مسؤوليه وراك عارف شو شحال واحد تزوج كيقول لك راه طلق راه دار والمصاريف وها انا وياك وما مكافينش وين غتزيد المراه والوليدات فين غنوصلوا فين. والله هذيك امانه راه شغنقول لك الزواج كيجيب رزقه ما ترفديش ليا الهم. انا عارف شنو كندير وربي ما غاديش يخيبني. مروان شي هاد الكلمه بدا ديال الزواج كيجيب رزقه الولاد كيجيب رزقه هي اللي خرجت على عباد الله. راه ما كاينش اياه برزقه اياه ولكن حنا ما عندناش والسما غيطيحوا علينا الفلوس. منال هزي دوك الحوايج سيري الصالون كملي من الارض عليك راه باغي نعس ارتاح عطيتي نهار القرنابي نعس. هي غاده لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا شحال بالخاطر؟ إلا كان ممكن بغيت شي جوج ملويات و شي جوج كرواسات.
واخا خويا هي الاولى جوج مسمنات شكرا لك بزاف تبارك الله الدريه شحال زوينه كنت لقيت بها في الزنقه والله ما نتي هي كتبيع المسمن هاليا شكون كان كيقول مروان غيكبر ويتزوج هو دابا لا واقف على الزواج وباغي يجيب لي شي شطماط وانا مستحيل نتقبل خويا مروان يمشي عند شي وحده من غيري واش عرفتها مزيانه غتبغيني ولا لا اكيد غتكون باغا تجري عليا واش ابو حوسي فين ابو مروان شي مزيان واخويا اش غادي نقول لك بغيت نسولك ولكن راه ما تكذبش عليا خويا ما كذبش عليك اللي كاين غنقولو لك انت راك عارف اللي كاين بغيت نسولك على ديك مولات المسمن اللي في الدريبه لتحت واش بنت الناس وبنت الاعاصر حيت رانا ناوي معاها المعقول وباغي نتزوج بها واش غادي نقول لك اخويا مروان الزواج هذا باش ما نكذبش عليك ديك الدري الله يعمرها دار خدام على دارهم غير الخدمه الدار الدار الخدمه واخويا هذا الكلام ولا بغيت نسمعك انا رانا ناوي المعقول وقلت ما كاينش اللي غيعطيني الاخبار الصحيحه من غيرك اخويا اش نقول لك الله ييسر لك الله يجمعكم في الخير يا ربي امين هيا شوف منها تكون شي حاجه رسميه بيناتنا والله ما ننسى عارف اللي كاين صافي سير الله يسهل الله يرحم لك الوالدين كيما فرحتيني الله يفرحك الله ييسر لك درتي شحال درويش الساهله السلام عليكم كي دايره بخير الحمد لله كلشي مزيان كنتقبل عندنا ياك وهذا اللي كنجي ناخذ عندكم المسمن الصراحه تبارك الله عليك الله يحفظك اخويا كما خاصك يكون لا الصراحه خاصني انت ما دراش مني قلت السوق كنتي غادي مزيان حتى خاصني انت بالي واقله بحالك بحال دوك الباسلين لا ما باسل ما والو شوفي الصراحه انا سولت عليك وبحثت عليك مزيان وانا هو المعقول الا كتاب الله سولتي عليا ومع من شاورت اخويا راه قلت لك انا هو المعقول ولا بغيتي ندير سوت فاهم شوف سولت عليك لياسمين ها شنو دار لك كان ممكن يعطيني المفتاح هاك اخويا المفتاح نشوف هاد المعقول ديالك فين غيوصلنا مولات المسمن ياك خطأ مزاح مشرف دابا يجابك الله ودايما انا لك كاين الخضره هادي بسم الله دير لينا شي قهوه يجي جبتي الخضره واش غنجي كاين الحيمات الحيمات راه ما كاينش في الثلاجه انا بغينا الحيمات شفنا الدجاج دار لنا بالصفير واخا لا غادي نجيب الدجاج من عندنا بغيت نقول اللحم اللحم جيب لي شويه اللحم الراس تو بغيتو ولا لقيت التقلية ثاني ما بقاش ننوعو بهم الدجاج 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 طيبنا توحمي عليا حيد لينا نمشي كيفاش توحمي عليا لا كنحكي من جايا ولا فمك خضر انا باش نوجد لك كسكروت بلا فيك الجوع لا لا ما علاش لا واش واك انت شحال من كوب ديال الماء واحد الملويات نعد ما كلتي الملويات مخبوزين بواحد الويدات هو منهم واخا راك متفني وقول لي ما عاد ما كلتي الملويات عرفت شي واحد مولات المسمن حلات جديده شي كدير واحد الملوه قدام داكشي علاش ما غنديرش كاسكروت حيت كليت عندها وكنريحتها مزيان وانت والسلامه واللي جيت مشي عند مولات المسمن وتاكل بلا بيا هاي طولوا لك الرجلين انت مالك واش كتغير يا مالا الله يهديك هانتي انا دويش معاها وقلت لها عطاني الماء تبارطاج عليها قلت لها باش نديرو شي وقيته وانا ناوي نتزوج بها سنتي الله ورسوله وبغيتك مولات المسمن مولات المسمن ماشي بنادم خدام على راسها باش فيق مع الصباح كتبيع المسمن كتبيعو كتصور رزق حالها خانزه بريحه الزيت بالنسبه لك انت انا خانزه ولكن بالنسبه لي انا مراه كابابل بحال كتشبه لك سبحان الله ما كتشبه ليا ما كنشبه ليها معناه دير خضره انا ما غاديش تعرف ما فيها الصواب انت باغي دير فيها خير وتزوج بها ما عطاتك حتى جوج بسيمات تجيبهم ولا باين لا جاتك فيهم شي حاجه بيني وبينك عطاتهم ليا وجاي في الطريق وناكل جاي في الطريق وناكل جاوك حلوين ما جيت نوصل للدار حتى كملتهم تبعي هذاك الدوقي ولكن دوماج منين خرجت لي مولات المسمن تاعنا الله يدير شي تاوي ديال الخير وصافي المهم مولات المسمن لا فاطمه الزهراء الله يرحمك انت عارفاني علاش جبتك هنا الكافي
في الحقيقه ما عرفتش انت قلتي بغيتي تشوفني انا جيت واه اللي جاي باش نلقى هو وقلت لك بغيت نهضر معاك في موضوع مهم وما عارفاش علاش جايه زعما انا بصح قلت لك ما عرفتش شكون عرفت تا نقول لك عارفه فطام زهر شوفي انا الصراحه شبشني ليه ولا مو معاك المعقول وما باغيش نتفلى انت انا راه بحالك ما باغاش نتفلى راك شفتيني راه خدامه على مهمتي عندي غير مهمتي اللي كنكسب في هاد الدنيا خدامه عليها الله يخليها لك امين يا ربي الا كنتي باغي المعقول سدي مرحبا شي حاجه اخرى ما كاينش اش غنقول لك دوي مع ماماك وانا راه في اقرب وش ان شاء الله غنجي انا والاخت ديالي انا راه عندي واحد اختي الله يخليها ليا من نهار مات ليا امي وبا الله يرحمهم في هذا النهار هي اللي بقات عندي ورا غنجي غير انا وياها مرحبا بكم صافي انا غنعلمها الوالده ومرحبا صافي صافي ان شاء الله والحمد لله الله يواسينا الحلال ان شاء الله شرفي بسم الله تفضلوا مرحبا بكم بسم الله مرحبا تفضلوا مرحبا الله يكبر بك خالتي ربي يخليك الله يكبر بك راه انت عارفه احنا جايين طالبين راغبين في يد بنتك مرحبا لينا هو مروان كيسبق الاحداث ايوا واش غنديروا الحمد لله خلني مسكين فاطمة الزهراء اجا بنتي اجي السلام عليكم السلام عرسنا الغزالة بارك الله ما شاء الله ربي يخليك مرحبا بكم بارك الله وفيك يا الصراحه بنتك بنت طموحه وخدامه على راسها الله يخليها لك الحمد لله وهي اللي عندي وهي العوينه اللي نشوف بها غير هي وليدي الوصيه الوحيده اللي غادي نوصيك هي تهلا ليا في بنيتي راه هذيك هي العوينه اللي كنشوف بها شوفي خالتي كاع ما توصيني غادي نتهلا فيها واي حاجه غادي تخصها غنجيبها لها ربي يخليك وليدي الله يطول لي عمرك صراحه خالتي ما عندك مناش تخافي ماشي حيت خويا حيت حارف بحق المراه انا اختو وهو اللي مكبرني وواقف معايا وخلاني حتى وليت قد هكا والله ماما ما كذباتش عليك راه مروان ولد الناس صراحه زعما هاد البنت غتكون بنت الناس ولا غديه مني وتخليني بلا والدين بلا خو يا ولدي مني نتوما فاهمين نزيدكم على الخير الله يسخر ونقراو الفاتحه قراو الفاتحه خالص على ليا الحوايج البيضين هاكي هالبيض هاكي عرفتي اش غديري غنقلع انا وياك هالبيضين الزرقين غنخلي لك انت الصابون راه عرفتي الدار كتشطح بلا الدغدغ والله لك عبرتي ما نبقاوش بجوجنا انا وياك في حاجه واحده سيري هبطي جمعي حتى شنو نهبط انا نجمعو اللي بالك اللي بغيتي واللي ترتاحي فيه انا معاك وصافي خلي لي الصابون وسيري انت كملي لتحت ما غنبقاوش بجوجنا ومروان عارفه شويه ويدخل من الخدمه سيري الله يسهل عليك انا نكمل شوفي انا غنصب معايا شنو بغيتي ندير مريقه غير بالقطا والزيتون ولا ندير بصيله والزبيب اللي درتي ياك خوك ياكل اي حاجه انا كناكل كلشي ما كنشرطش عليك والله الا ما قوليش تشهيت صافي والله حتى بحال بحال طيبتي ولي طيبتي الله يبارك لك ما قولي درينا الدجاج بالبطاطا والفريت ها دابا معجبك البطاطا بالزيتون لا فريت الفريت عافاك عرفتي الفريت اش غندير ما غندخلها ما غنقليهاش غندخلها الفران كتجي عليه مزوينه حتى واحد الطريقه اللي كدير خالتي حسنه ها انت فهمتي سيري يلا صافي يلا كملي هادشي ما عرفتي شي حاجه عيطي ليا نشري فهاد جوج الحبال هاد جوج الحبال ماشي ديالنا انت راه بحال بحال فين شافوني لا نشرت فيهم وما تجيبي لنا صداع مع المشاكل مع الجيران انا هبط يلا مروان مروان نوض نوض بغيت ندوي معاك لا بس فطام زهر توحشت امي يلا جيتي شهرين هادي توحشتي امك مو شهرين دغيا دازت ولكن انت عارف انا عمر ما خليتها ومشيت راه انا وياها اللي عندنا بعضياتنا بحال كنت وما انا واي عارف كتموشي على ماماك وانت اللي عندها صافي هذا ماشي مشكل وقت اللي بغيتي تمشي سيري الله يحفظك صافي نمشي ولكن ما نمشيش بوحدي راه خاصك تمشي معايا انت ولا لا انت مداخله عليها راسي في الراديه بحال ما عنديش الراجل وصافي لا 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 بغيتي نمشي انا وياك سنيت الويكاند ونمشيو بجوج نتنباشو السبت واحد ايوا صافي صبرت ما جاتش على الويكاند صافي دابا نعيط لها نفرح يلا سيري في الدار بزاف خليني نرجع هادشي اللي بغيتي صافي هادشي اللي بغيتي يلا سيري لا لا صافي الله صافي
مالك؟ فلوس كتش المال غير من الزلاسة. أنا حتى بعدها حتى كتعيط. أوف حرام عليك أنا مالك حتى درتي لنا اليوم هاد المرة حالتها. ما غادي تعيفي فينا. هاويلي هي ماكلتها كتقول لي ماكلتك زوينة وقيلة حاملة. كان زهرة مالك سمعت كتغوشي شنقول لك؟ ياك لاباس؟ لا والو باس والحمد لله وقيلة حاملة. حاملة؟ كحالت ما قدوه فيل زيدو فيلة. شوفي زيدي ترشي حالي لا الماكلة اللي بغيتها نجيبها لعندك. سير سير ترشي. صافي واخا انا غادي خارج ملي نجي ما بغيتش نبقى واقفه. عشان تمشي حنا مروان اشنو كريم يعني تا البطوار شوفهم يلا نحكها. لا نحكها نحكها انا ما خاشوش البطوار هكاك كرعين مزيانه. لا خويا انا باغي هذاك الجيل ديال الغلبه اللي بكري. دوزي ترتاحي صافي يلا سي انا وصلت للباب. دوزي ترتاحي عادي بغيتي تبت لك داك الجنين اللي في كرشك. وما عنديش مع العشوب المانع الا ما كنحملهمش مره ينشدي شربي اصبر شويه مرينا معنا مره يا بزيدي بلاتي انت راه ما باغاش الخير. قاد جوما وصافي تبقيش تبني ستيني فيك وشربي صافي شوف منش بهاد اختي مرين مزيانين هادو بالضبط مزيانين دقه بطله. عرفتي شفت واحد الدكتور كيدير لهم في يوتيوب خطيرين صافي شنو صافي داك الدواء ولا عطاني الطبيب تاعو ولا حاول عرفتي مر اكثر من هاد الشيء. ايوا ماشي مشكل تبعي شي العشوب اللي كنعطيك انا احسن من الدواء اللي كيعطيك الطبيب. واش غنقول لك منال الله يطول لي في عمرك يا ربي حتى انت ان شاء الله تزوجي وتولدي وحتى انا نقابلك ونهتم بك كيف دايره معايا فحال هكا وكثر. امين يا ربي امين الله يسهل عليك وحده انت الاولى نشوفوا البيبي كيخرج عاد انا باقي كبرت كدا بغيت نولي عمه. مالك اختي خليني نولي عمه ونفرح بوليدات خويا ونلعب معاهم ويعمروا علينا الدار. الحمد لله جاب يلا فيما لصقهم باش الا بغيت نخرج انا ومروان راس لا دي لا انا اللي غنخرج انا ومروان الحق دوزي فيهم 16 غدا ولا غدا بلشي عند راجلك شكون عارفه بالامومه تجيك ساهله نهار تولدي. ودابا هادشي نفع بغيتي تكبري ولادك بيا وبغيتي تخليني انا بايره عندك راه كيعمتهم مالك حتى انت بحال مام. ايوا الحمد لله الله يجيبهم غير على خير. امين يا ربي امين صراحه انا مخلوعه كنقول لا ما عندك علاش تخلعي ان شاء الله كلشي غيمشي مزيان كما بغي كما بغينا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله. المهم انا غنخليك وقت ترتاحي صافي يلا حيدي ديك الدره من شعرك وحيدي لي زاكسي باش ترتاحي راه شي ما كيبغيش راه مروان شويه ويجي يلا سيري كوني هاني ستي معاك بابي جيت في معاك صافي
وثاني حاجه اي حاجه من بسم الله مرحبا بها. بالله تما ما قلتي شي حاجه، فرحانه كنت فرحانه هي اللي بقات لي. كانت فرحانه بزاف غير ان جاي زاد عندي شي بيت ولا بنت وما كانت كنقول كنكون هو اللي يقول لك، ولكن راه ربي ملي كتسمع لنا شي قرار كنامنوا به ما عندنا من بعد. فرحتي الاولى مروان، دابا شنو راه غنبقى دابا في يد الخلعه في ما نحمل نقولها غادي يطيح ليا. حيت انت ما عطياش راسك الراحه فاطمه الزهراء، ديما كنقول لك زكاي نعسي بركي، ولكن انت اللي فيك ما يخطاك مع نفسك حاره عزلك الشقه انت جبتيها في راسك دابا. واش نخلي الدار موسخه نخلي الحمل كله على مدان وضروري خاصني نجمع داري وتعنوا نشقى عادي كندرس بحالي بحال الناس. شقيتي بما فيه الكفايه اللي حمتي كتعطي راسك الراحه، ولكن شوف ما نبقاش نأنبك في ضمير في داكشي وكتاب الله كيتسرى. دابا انا اللي فيا العفوت ياك. ما بغيتش فيك العفو، داكشي مكتاب الله، كون فيك العفوت هي اللي مابقاش كنغوت عليك وكنعاقبك. كيما عندي منديه. ناس اشوف غير زاد عندنا ان شاء الله وليدات، هذيك غير البدايه. واش حنا غير طحنا في مشكل بسيط غادي والله هذيك بعدا بزاف ما تبقاش تبكي. الله يسلمك. يا ربي امين. يا الله ما كاينش شي حاجه غير خايف عرفتي شي هذا كيفاش صرا ولكن ان شاء الله زيدي يا فاطمه الزهراء زيدي سمعتي الطبيبه شنو قال لك سمعتي شنو قال سمعته ما بغيتش هذا الشيء تعاود تكرر الله يرضى عليك وصافي ان شاء الله يكون خير انا غنحاول يعني ما ندير حتى شي حاجه وما نوضش احنا غادي نشوف واخا هادشي اللي كديري فيه راه عارف كديري لي خاطره ونفسك راه حاره وصافي مروان يكون خير ان شاء الله دابا انا غنولي ديما السبان ماشي مشكله لالا زيدي علام الزينات هاد بطبط الشحم هذا شي بلا عشوب عمرها ما كانت شي واحد عشب علام الزينات قرب نكمل شويه بصحة ناكل معاك شويه لا انت باقي بصحتك اصلا انا كاع ما باغاه كاع وتياب شويه ناري معايا اختي جاني له محل عليه وانت صيبتي ليا خلينا ناكلو اختي كما بغيتي كولي يا خواتي بالصحه وراحة اه شوفي الفال ديالك انت سمعي سمعي التربيه والله الا هذا غيتبت الحمل ان شاء الله والله ما انت خايفه والله ما كنضل نقول انا عندك عاوتاني يطيح ليا عندك يطيح ليا لا 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 ما تخافي من والو هذا المضره والو يا ربي تيسر لي في هذا الحمل يا ربي وتبت لي يا ربي امين امين كولي كولي انا كناكل وتي كولي 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 قطعي وكولي شي عابيها اللي بكى حيت كون عطاش راسك الراحه ودرتي داكشي اللي قالك الطبيب ما غاتوصلش لهاد الحاله هادي طاح الاول عاوتاني طاح الثاني بزاف فاطمه الزهراء هادشي والله حتى بزاف اش عندي انا مروان راه قال لي قال لي الطبيب ديري درت والله ما كنوض هاش هو لله واش الطبيب عطاك شي حاجه غادي تادي لك صحتك بغيت نسولك واش هذاك الشيء اللي كيقول لك الطبيب ديري واش خديتي اكزاكت ولا كديري شي حاجه من راسك والله ما وانت قاعد ملي كيعطيني شنو كنصدقو عطيت لراسي الراحة والله تما انا مسكينة معاوناني ومخلينيش نحط يدي في الماء وراه مكتاب الله اش غندير ما تقوليش ليا لالا مكتاب الله مكتاب الله ربي حاشا ولله واش كيصدق على شي عباد والبالة سمعتيني ودابا باش نسولك سؤال اخر خليني عصبتيني في حياتي واش كتشربي شي حاجة من غير الدواء اللي عطاك الطبيب كتجيبهم ليا ما انا كتقول ليا باش يثبتوا لك البيبي شناهو عاودي عاودي عشوب هذيك النهار طيبات ليا بطبط ديال الشحم بلا عشوب قالت لي راه مزيانين البيبي مالها ما كتعطيك العشوب وما امتى هادشي كتعطيك العشوب عمري حملت المره الاولى فين هي مالها؟ مالها ترى في الكوزينه صافي صافي سكشي غادي نشوف هادشي هذا ما نجح يا ربي يا ربي ما درت والو والله ما درت شي حاجه لا لا مراقبه لا تنسى مالك حط المريقه حط المريقه مالك الجوع بلاتي حط المريقه ودوي معايا دغيا مالك
عليكش هادشي هذا واش بغيت نسولك اش من عشوك على فاطمه الزهراء؟ اش من عشوك عطيها؟ جاوبيني. زربتي عليا اش من منال سربي قولي اش من عشوك على فاطمه الزهراء؟ علاش كدوي العشوب اللي درتي لها في الشحمه؟ وريهم ليا وبغيت نعرفهم ماشي من حقي والو تحميره جبدي لي شوف هذه جبديها لي دابا شوف في العطريه جبدي لي العشوب اللي كديري ليها يلا سربي سربي فينا صافي هذا ماشي بزاف مالهم علي داكشي علي داكشي هذا عشوب ياك دابا غتقولي لي هاد العشوب هادو علاش كيصلاح؟ ما عرفتش انا دابا غادي نديهم لابوراتوار وغيقولوا لي هاد العشوب علاش كيصلاح. مروان اشنو؟ هذاك ستربي مروان اشنو؟ شوف انا ما بغيتش مرتها تحمل حتى تاخذك مني وغيتولي عندك بنتك ولا ولدك وانا ما بقاش نشوف فيه وغتلوعني هذيك فاطمه الزهراء ما كتحملنيش دابا هادشي كامل اللي طرا بسببك انت هي مروان عافاك مروان اسمعني عيط كنبغيك اخويا خويا ما بغيتك تجي بعدا ديك ليا عافاك مروان اسمح ليا مروان عافاك مروان عافاك اسمح ليا شوف حيت هي ما كتحملنيش حيت هي بغات ديك ديك النهار سمعتها كدوي وما قالت لها غنمشيو نسكنوا بوحدنا لا ولا ما عرفتش شنو كتقول لها مروان هادو ديال شي وحده شيطانه ماشي ديالك امانه مروان اسمح ليا مروان بغيتو شي فرقونه باش غادي ندير الحل الوحيد اللي غندير معاك عندي مروان والديا مشوبه تلقي مني غتجمع عليا حوايجك وغتخرجي احسن لك حيت الا مشيت ديك راسك على البوليس غتمشي للحبس مروان كان اللي اختي عندك مروان ياك حنا بجوج ديال عندنا مروان ياك مين مشى والدينا بقيت انا وياك يتيمين مروان كون عرفتي بحق والدينا ما غديريش هاد الكارثه هادي مروان متلو عليا الزرقاء مروان الله يرحم لك الوالدين مروان خرجي يا رما السخره الاخرى لا ما يمكنش اختي من لعبي ودمي بغات تكشر مراتي وتقتل بيبي اللي في كنشها لا ما يمكنش يا ربي الله اغنى ما عندي انت وخلاني يا ربي غنمشي يا سيد ربي والله بدات تجمع حوايجك وغتخرج عليا من هاد الدار فين نمشي مروان انت حظ وقعرب عليك بسبابي هي وسبابها هادشي هذا كون عرفتيه النهار الاول ما غديريش كارثه اش كاين يا مروان اش كاين مالك بسببك انت اللي خرجتي عليا انت بسبب داك التلاتي في كرشك كتخليني انا وخويا با يجري عليا بسبابي ماشي بسببها هي بسببك انت حيت انت اللي قتلتي ليا ولادي بجوج الاول قلنا ما كاين باس ولكن الثاني بزاف بسببك انت خسرتي ولادي ياك علاش منال خوك راه غيبقى خوك انا اش غندير ليه الا تزوج بيا اش غندير ليه اش غيغير مروان غيبقى خوك انا الحرام عليك راه زاد شي في ولادي انا كنت كنتمنى وكنتسناهم ياك راه هادشي علاش قلت لك غتجمع حوايجها تخرج من هاد الدار هادي ياك مروان تشد هي وتلوحني انا اللي عندك خت واحده في الدنيا ياك با امي وصاوكو كيقولوا لك ما انا ما عمرك تفرط فيها انا كيوصيوك حرام عليك ديرها بالوصيه ديال والدينا الله يرحم لك الوالدين مروان الله يرحم لك الوالدين تلقي مني لا مروان الا كانت هي اللي تعقل ما تكونش انت بحالها انا راه حاسه بها ترى انا عندي امي امتي بوحدها واي واحد في بلاصه غادي نس الحاجه وكثر ما تجريش على مروان الا غلطت هي حنا مالي لا قليل واش كدوي بصحه فاطمه الزهراء نوضي حيدي من داك الدص وطلبي السماحه من خوك ما انا مسامحه لك دنيا واخره وديري في بالك انا ما جيت هنا باش ناخذ بلاصتك ولا باش ناخذ خوك منك راه انا وياك بحال بنتك بحال اختي مرة عمرني ندير شي حاجة اللي قلتيها ليا مليون صراحة اسمح لي انا غادي نسمح لك على وجه فاطمة الزهراء حيت هي مسامحاك ولكن كنحدك اخر مرة يتكرر هذا الشيء امامي انا كان كيسحب ليا فاطمة الزهراء وتاخذ مني كان كيسحب ليا غتولي تشبني وتولي تبغيك اكثر مني هادشي ما كاينش كيسحب ليا غتلوحني يا مروان هادشي علاش درت امانه عزيزه ليا انت وفاطمة الزهراء وكان شحال ندير كلشي اللي بغيتو ولكن راه انا عزيزه ليا وخويا بزاف فكنقدرش نكون بلا ما صافي تنشي عزيزي عليا اسمح لي شوفي سيري تعانكي مع فاطمه الزهراء